إذا كنتم مثلي وتحبون وايد التغيير خاصة بالصالات، دائماً أنا أحب أغير مخادي، ودائماً صار عندي ست مخاد ثانية، يعني مثلاً يكون الثيم مالي أزرق وأصفر على سيزن معين، بعدين أحمر وأزرق بسيزن ثاني، وأدخل شوية مخاد جديدة، كذي شوية يكسر الملل وما نمل بالمكان اللي إحنا فيه. بوريكم طريقة وايد سهلة، بدل ما تروحون حق منجد وتدورون مخاد جديدة، كل اللي تحتاجونه إنكم تروحون وتشترون القماش اللي عاجبكم. فشوفوا الحين شلون راح أغير، أو أعطيكم فكرة شلون تغيرون مخادكم من القماش القديم إلى القماش الجديد. الأشياء اللي تحتاجونها: قماش مناسب مع لون غرفتكم، ومخدة. حق المخدة هذا راح استخدمها اليوم اللي هي مقاسها 50x50، محتاجين تقريبا متر من القماش. فإذا مخدتكم أصغر تقدرون تكملون بالمتر أو تأخذون أقل، بس ما أعتقد أحد راح يعطيكم أقل من متر. فنفرش، أخر هذا on the side. المخدة ريش فنحتاج وقت عشان تنفش. دائما مخاد الريش الجديده لازم تطقطقونهم كذي، حتى مع الاستخدام مع الفتره كذي. الحين صارت جاهزه، نحطها بالنص. ترى الوضع وايد سهل وبسيط، بسيط بسيط، راح تتفاجئون ببساطه وسرعه البروسيس اللي راح نشتغل عليها. نبدي نسويها كذي. انا ما ابي اخيط، ما ابي الزق، ليش؟ عشان يصير عندكم حرية ان انتوا تغيرونها دائما. فالحين عقب ما غطينا المخدة بالقماش، نبدي نشتغل على الزوايا. نصفط هذه كذي ونصفط. بعدين ناخذها وناخذها. ونصفطها. فالحين هذه المخدة زرقاء خلصناها، أنا أوريدي مسوية واحدة ثانية ماشية معاها اللي هي هذه، ولكن ما هي لون سادة. فأنتوا ممكن تطعمون بقمشة مختلفة، أو تطعمون المخاد اللي عندكم أوريدي بمخدة أو مخدتين مختلفين، حيث يصير إنهم شكل مختلف وقماش مختلف. إذا سويتوها وروني شنو سويته. مع حبة المكياج اليوم، أنا متأكدة كل البنات اللي قاعد يشوفوني عندهم كم هائل من فرش المكياج. شوفوا معاي شنو راح أسوي اليوم اللي يخليكم ترتبون هذه الفرش، سواء حق بيتكم، تسريحتكم، أو حتى حق السفر. الأشياء اللي تحتاجونهم: سير عريض، الفرشة اللي تنحط تحت الصحن مصنوع من البامبو أو الخيزران، مقص، وصمغ قوي. فالحين عقب ما تفرشون البليس مات أو بليت مات هذه اللي تنحط تحت الصحون، تيبون السير، لكن يفضل انكم تقصون شوية أطول حق الزيادة إذا صار عندكم أي زيادة، وتقصونها بالنهاية. قصوا بميلان عشان يصير عندي مثل بوز، هذا راح يساعدني بالحركة اللي بسويها بعد شوية. ايش راح تسوون عقب ما تقصونها؟ تردون تدخلونهم بين الفتحات. شوفوا، لأنه وايد صعب انه يدخل بين الفتحات هذه الضيجة، في تريك وايد حلوة وسهلة، تستخدمون صمغ سوبر جلو، مو يوهو ولا الجلوغان، نحتاج صمغ، لأن هذا الصمغ راح يتشرب الخيوط وراح يصير يابس. صب، أنا بحط توس عشان ما أخرب وتلزق أصابعي مع بعض. ناخذ الصمغ ونبدي نحطه على الطرف، حطوا بكميات قليلة بس طبقات. حطينا أول طبقة، نخليها شوية تنشف، الجلو هذا وايد ينشف بسرعة. شفتوا لأن الزيادة تنفعنا بطول السير، عشان هذا أساسا راح نقصه بالأخير. فنخليه شوية ينشف، سكروا الجلو ووخروه عن الياهال.
اوكي الحين نشف القلوب فما احتاج السوس انيمور، راح اشيله وابلش اسوي مثل الخياطه، اختار المنطقه اللي بالنص وافتحها. ورد ادخلها. المسافات اللي بين الطلعة والدخلة تعتمد على مقاس الفرش ملوتكم. الشيء سهل هذا بس ياخذ وقت، فيبي له صبر وطولة بال. فاذا انتم مو صبورين احتمال تدونها بالنص وتقطونها. فاذا انا بستخدم هذه الفرش اتاكد اشوف المقاس مناسب. مثل ما قلت لكم هذا سير ويتمقط، فماكو مشكلة إذا كان أصغر شوي أو أكثر، بس مهم إنه ما يكون أكبر من مقاس الفرشة، لأن أنا ما أبي عقب ما ألفها الفرش تبدي تطيح وتطلع من الشيء هذا أو الجنطة هذه اللي إحنا مسوينها. يفضل تسوينها قبل ما تروحين موعد المانيكور أو الفديكور، لأن أظافرك كلها راح تخترب. أسويها بعدين نروح حق موعدك. وهذه سهلة حق أي عمر يستخدمها أو يسويها، يعني حتى إذا كان البنات صغار يقدرون يسوونهم ماكو أي خوف، بس ساعدوهم بالجلو ووقت القص. لأن عدد الفرش اللي راح استخدمهم تقريباً 5 فهذا كفاية علي، لكن إذا فرشكم زيادة ممكن تكملون البروسس هذا للنهاية. فالحين المرحلة الثانية راح نسويها، إنه شفتوا الزيادة هذه اللي حطيناها راح نلزقها. بعدين تقصون الزيادة. كذي نبدي نحط الفرش ملوتنا. بهالطريقة صفيناهم رتبناهم. فهذه اللي سويناها الحين، هذه ما خلصت ولكن مثل ما تشوفون انا استخدمتها حق المكياج. الحين لزقنا هذه اخر قطعه، فنبدي نسوي رول حق الفرش. فلفيناها صار عندي هذه الزايده، ممكن الفها واربطها بالسير في سن كامله، ممكن اقطها بجنطتي، اعطها بالدرج، حتى ممكن في الجيم باج اذا انا بروح النادي ممكن احطها. طبعا تاكدوا ان اخر شيء تقصون هذه القطعه اللي هي حطينا فيها الصمغ، لانها مو حلوه مو نظيفه. طبعا عاد انتوا تفننوا بلون السير بنهاياته، ممكن تضيفون اشياء بالنهايه تعطي القطعه هذه مالتكم شيء يميزها ويكون خاص فيكم. إذا كنتي من النوع اللي يحب يطبخ وبالذات إنك تحبين تزرعين أعشابك بروحك، يعني تزرعين الريحان، البقدونس، الكزبرة، شوفوا معاي شلون ممكن قرشة عادية تلاقينها بإيكيا تسوي لك حديقة صغيرونة عندك في المطبخ. أشياء تحتاجونها: قطعة خشب مستطيلة، قراش خالية عميقة، حصن أبيض أو أسود مو مشكلة، براغي، دريل، وهولدرات رنجات تثبت الجزاز، وكتر. ناخذ الخشب، نتأكد ان المقاس مناسب حق فراش الجزاز، ونبدي نعلم السنترز، نشوف وين سنتر الخشب بالعرض. وين سنتر الخشب بالطول. نبي الحين نشوف المسافات اللي تكون متساوية عشان كل قرشة تكون مثبتة بالمكان الصح ومرتبة. انا هني اوريدي رسمتها ومجهزة. نبدي نخرم الخشب عشان تسهل علينا تثبيت الهولدرز. ويكونوا متساويين الأبعاد.
عقب ما نثبتهم نبدي نحط القراش الجزاز ونشد على البرغي عشان تثبت. الرنجات هذه ممكن تلاقونها في ايس هاردوير او غيره من الاماكن اللي يبيعون عدة النجارة وعدة الفطور. هذه نبدي نثبتهم كلهم، وكان قاعد نثبت اخر واحدة الحين. نحاول ان تكون وايد ثابتة وكلهم مركبين على نفس المستوى. بعدين باستخدام الكتر نبدي نقص الحديد الزايد. انصح ان نخلي احد يساعدنا لانه شوية قاسي القص، خاصة اذا كنا صغار، يعني اذا كنتوا صغار. هني جهزناهم، نشيل الاغطية ونبدي نحط الحصم. الحصم يكون بمستوى تقريبا ربع القرشة مو اكثر. لما تكون ناويين تنقلون نبته من شتله ولا شيء، خففوا الماء عليها عشان تكون التربه مالتها متماسكه. لو كان فيها ماء كان تفللت معانا. بدني شوي شوي تسقون عدل. وجود الحجر تحت كان عشان الماء يقدر شويه يطلع عنها، ما يكون بهالطريقة. عقب ما نضقكم إياها طبعا يصير عندكم حديقة حلوة صغيرة، كبروها على كثر ما تقدرون. تبون أكثر من ثلاثة، ممكن تكون ستة سبعة على حسب الأعشاب اللي تحبون تطبخون فيها. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور. فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد، تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.